زكاة الفطر. وزكاة الفطر قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهر الصائم مما يكون قد وقع في صومه من لغو أو رفث، فإذا تصدق في آخر رمضان طهرت ونظفت هذا الصوم. وقال ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس في البخاري، وقال ابن عمر في البخاري أيضا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. فهي تجب عليك لكل أهل بيتك، تجب كل من تلزمك نفقته يجب أن تؤدي عنه صلاة العيد، تؤدي عنه زكاة الفطر، حتى إذا أمك وأبوك عندك في البيت أنت المسؤول عنهما يجب أن تؤدي زكاة الفطر عنهما، وهي صاع، وتأتي بالموازين الحالية تساوي كيلوين وأربعين جراما، ويجوز أن يخرجها من غالب قوت البلد سواء من الأرز أو يخرجها من البر والطحين وما شابه ذلك. وإذا كان المرء جاءه العيد في بلد آخر، يعني نفرض أن إنسان سافر اليوم ثم وصل مثلا إلى مكة أو إلى خارج المملكة ودخل عليه العيد وهو في هذا البلد، أو سيدخل عليه العيد وهو في هذا البلد، فيسن أن يخرجها في البلد الذي يفطر فيه، الذي تغيب عليه شمس ليلة العيد فيه، فإنه يسن أن يخرجها في هذا البلد، يسن. لكن لو أراد أن يخرجها في غيره جاز. لو إنسان أهله في أي دولة فأرسل إليهم المبلغ وقال أخرجوها عني وعن أنفسكم جاز ذلك، كأن تكون تلك الدولة أكثر حاجة، فيجوز أن يخرجها في غيره. وأهل العلم اختلفوا هل يجوز أن يخرجها من المال أم يجب أن تكون زكاة الفطر فقط من الطعام، ولهم في ذلك أقوال. والذي تطمئن إليه النفس أن يخرجها المرء من الطعام، يخرجها من الطعام، إن لم يجد محتاجا إليها في بلده أخرجها إلى غيره. وذلك أن الزكاة أنواع: زكاة المال تخرج مال، زكاة عروض التجارة دكان ونحوه وبضائع تخرج مال، فزكاة الفطر تخرج طعام، حتى نبقى على هيئتين للزكاة موجودة في الشريعة: مال وطعام. فإذا أخرجنا زكاة الفطر مالا أيضا ألغينا الهيئة الأخرى من الهيئات الشرعية الموجودة، فينبغي أن يخرجها طعاما قدر المستطاع. وإن أخذ بالقول الآخر واقتنع بقول من يقول جواز إخراجها بالمال وأخرجها فلعلها تجزئ، لكن الأولى أن يخرجها من طعام إما في بلده أو في بلد آخر. ويبدأ وقت زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، والعيد هذه السنة سيكون بإذن الله إما في يوم الاثنين أو في يوم الثلاثاء، فيجوز أن تخرجها يوم الأحد، فإن كان الاثنين ليس عيدا أخرجتها أيضا في يوم الاثنين كاملا، ويستمر وقت إخراجها إلى أن تقام صلاة العيد. إذا أقيمت صلاة العيد انتهى وقتها، مثل الذي ما لم يصلي الظهر حتى أذن العصر انتهى وقت الظهر، ولا يجوز أن يؤخرها حتى صلاة العيد لأنه فات وقتها. لكن إذا كان له عذر كإنسان وصى ولده وأهمل ولم يخرج أو ما شابه ذلك فأخرجها في يوم العيد جاز له ذلك. هذا مجمل الأحكام فيه. وتخرج زكاة الفطر عن كل من غابت عليه شمس يوم العيد. لو إنسان توفي قبل أن تغيب الشمس، إنسان توفي في يوم 15 رمضان، توفي في يوم 27 رمضان، 28 رمضان، لكن لم تغب عليه شمس يوم العيد، فهذا لا تخرج عنه الزكاة لأنه ما أدرك وقتها. لكن إذا غابت عليه الشمس ثم توفي، إنسان توفي ليلة العيد، غدا العيد توفي بالليل، لم يدرك العيد لكنه أدرك ليلة العيد، فهذا يخرج عنه لأنه غابت الشمس عليه وهو حي. ويسن إخراجها أيضا عن الجنين في البطن، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه قالوا: إذا كان الجنين في البطن نفخت فيه الروح فيسن إخراج الزكاة عنه. فإذا تعدى الأربعة أشهر في حمله، كأن تكون حامل في الخامس والسادس وما بعده، فإنه يسن أن يخرج عنه أيضا، وليس بواجب، هو واجب عن الأحياء التامين. أما الجنين فقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج الزكاة عنه. وإذا كان المرء يعرف الفقراء وذهب بزكاته إليهم فهذا أمر حسن، إذا كان لا يعرفهم فالجمعيات الخيرية،
وهنا جمعية البر في العزيزية تستقبل وقد بدأ استقبالهم من أيام يستقبلونها يحفظونها حتى يأتي الوقت الشرعي ويوزعونها. فلو ذهبت بها إليهم هذين اليومين جاز. وعندهم فقراء حقيقيون، عندهم فقراء حقيقيون لا يأخذون الرز ويذهبون يبيعونه، لا، فقير حقيقي يفرح بكيس الرز أن يبقى في بيته 5 أشهر أو 6 أشهر يأكله ويطعم منه أولاده. فالذي لا يعرف أحدا يذهب يشتري من الرز الطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بعض الناس يختار أردأ الرز، ولو يشتري لأولاده اشترى لأطيب، فهو لا، إذا أراد أن ينفق تيمم الخبيث، يعني توجه إلى الرديء، وهو لا يقبله لو أهداه إليه أحد إلا أن يغمض إلا أن يغضي. فإذا أردت أن تتصدق تخير أطيب الشيء وتصدق به حتى يحسب لك عند الله تعالى.